تعاملت حضرتك ازاي مع الموقف في ظل كمان بني سويف محافظه كبيره جدا زي ما بنقول كده، شرق النيل غرب النيل، ليها حدود مع عده محافظات. تمام. هو طبعا حضرتك لازم يعني مؤكد ونعترف ان السلع او المحروقات بنزين والسولر حساسه جدا، خصوصا ان احنا في مصر بيحصل حاله من كل واحد بيزود بدون حساب من الخوف ان هو السلعة التانية هتزيد. نعم. يعني هو بيزود مش بناء على تكلفته، بيقول لك فلان هيزود وفلان هيزود. اللي حصل انا يعني اقول الزيادة دي جت، لا احنا بندفع ضريبة امان، بنصرف مصاريف كبيرة عشان نكون في امان، بندفع ضريبة سنين، بندفع ضريبة علشان اصلاحات وعشان مشاريع تنمية. نعم. انا الحقيقة ما حدث بكل المقاييس احيي الاول المواطن اللي هو تفهم رغم ان هو حاسس بالقلق وحاسس بان التكلفه عاليه عليه، وده اللي لقيناه مع السواقين. يعني في الحوار مع السواقين قلنا لهم ما فيش واحد يتحمل كل حاجه. انا ممكن هتقول لي الزيت وهتقول لي قطع الغيار والكاوتش والكلام ده كله غير الوقود، افهمه، بس انت معناه انك خدت كل حاجة والمواطن شال كل حاجة. نعم. فلازم نشيل مع بعض عشان نقدر نعدي. كان في اجتماع طبعا مع السيد مدير الامن لأول ما حصل هذا القرار، سيادتك عملت ايه؟ يعني ايه اللي واجهته واتكلمت مع الناس ازاي؟ ايه اللي لقيته في الشارع؟ انا عايز اعرف انطباعات الاول. احنا كان الانطباعات السريعة الاول تبقى عارف قيمة الزيادة قد ايه. فخدنا وزي ما قال سياده المحافظ ان احنا الدليل اللي بعته لنا الجهاز المركزي والتعبئه والاحصاء ده شيء كويس جدا، واحنا حصل في شهر 11 كان عندنا معايير، فابتدينا نتكلم احنا الزياده كام، لان برضه حضرتك بتتكلم على 300 خط ولا رقم مش سهل عشان تحسبه بسرعه وتكون عادل، انت عادل بين قدر الامكان بين المواطن والصاحب العمل. يعني نعم. لو انت جيت هنا شويه هتيجي على التاني، في الاخر هو مواطن كمان، هو ده مواطن. نعم. وده مواطن. نعم. بس ده مؤدي خدمه وده متلقي. نعم. خدمه. فكان في مجموعه بتعمل بتدرس كده، في مجموعه قعدنا مع القيادات كلها الامنيه ونفكر ايه الحلول، هل ممكن يكون ردود الفعل. وده يمكن سيد رئيس الوزراء كان يعني منبه على ان احنا نبقى في خطوه استباقيه، ما بقاش رد فعل، يعني يبقى في خطط الف وب وج، يبقى احنا لان وارد يندس حد، وارد حد يستغل هذه كتير، استغلوا كتير، شعللوا الدنيا والحق ويلا ونزلوا ناس الشارع وقطعوا طرق والكلام ده مؤكد. يعني نعم. مؤكد. انت ليك، ما انت عندك ناس عايزه تستغلها، وده نعم. مفيش يعني مفيش فرصه اكتر من كده. بس في الحقيقه يعني وكان في شويه، مش هنقول لا، كان في شويه مش ملتزمين، وفي كلام معاهم قلنا لهم احنا ممكن نراجع بعض حاجات بس مش تحت تهديد، تشتغل ونراجع بس احنا واحنا عندنا حلول تانية. احنا في حوالي 10 لا يعني هم مثلا اعترضوا قالوا ان احنا مش شغالين، لا احنا بعد ما نزلنا التعريفه كان في بعض 10% لهم او 15% لهم اعتراضات. فاحنا قلنا لهم مراجعه اي حاجه مش بعد انك انت توقف مصالح الناس، لا اشتغل والا هنطبق عليك القانون، وفي نفس الوقت احنا ندرس. في بعض حصل لهم ان احنا الحساب بين ان هم يستحقوا ربع جنيه او نص جنيه، فكان اتعالجت والحمد لله بشكل كويس. يعني ست المحافظه